المفاجأة الأكبر هي ليست في الاتفاق السعودي الإيراني، المفاجأة الأكبر كانت في أن تكون الصين هي الراعية لهذا الاتفاق. الحديث كله كان يجري سابقا عن دور عراقي وعن دور عماني في التقريب بين الطرفين والاجتماعات، ثم على حين غرة ظهر أنه الصين تبنت أو جمعت الطرفين لاتفاق ما بينهما، وكل الأطراف الأخرى يعني أنا أعتقد فوجئت بذلك. هذا الحديث لما صار كان أول من تفاجأ به الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. طبعا الأطراف المحبذة لهذا الاتفاق رحبت به كثيرا. أنا في يعني في تقديري المتواضع أن الصين الآن يعني حققت إنجازا سياسيا استراتيجيا كبيرا أو سياسيا عفوا، أنه توصلت إلى حل مشكلة أو تقريب بين طرفين متضادين. لكن الصين هي ليست الدولة القادرة على إجبار الطرفين على إدامة الاتفاق. يعني لا سامح الله إذا صار اختلاف، الصين ليست قادرة على أن تفرض رأيها على الطرفين. هاي نقطة رقم واحد. أو إدارة ملفات الخلاف الأخرى في الإقليم دكتور. أو إدارة ملفات الأخرى، هاي النقطة الثانية اللي كنت أحب أن أتكلم عليها. يعني هل تستطيع الصين أن تجبر المملكة العربية السعودية على وقف الحرب في اليمن؟ هذه علامة استفهام. أنا أعتقد هي لن تستطيع. هل تستطيع الصين أن تجبر إيران على عدم التدخل في العراق أو في مناطق أخرى أو تقليل من نفوذها في المناطق؟ هي لن تستطيع ذلك. هذه مسألة أخرى. أنا يعني من وجهة نظري ومن تفكيري الخاص، وهذا يعني ينبع من نوع من التشاؤم اللي اختلق عندنا إحنا كأكاديميين وخاصة من العراق، أنا أعتقد أنه أسباب توقيع هذا الاتفاق هي بعيدة كل البعد عن ما نتحدث به الآن. يعني حتى أكون معك واضح، أنا أعتقد أن الطرفين حسبوا الحسبة بصورة أخرى، السعودية وإيران. أنا أعتقد أنه السعودية شعرت أو ربما أعطيت معلومات دقيقة عن أنه إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية مقدمين على مهاجمة إيران. هذا سيحدث أو لا يحدث، هذه مسألة أخرى. وبالتالي وجدت السعودية أنه إذا حصل مثل هذه الحرب فبالتأكيد ستكون هي متهمة أنه أراضيها استخدمت لضرب إيران، وبالتالي أرادت أن تأمن أو تؤمن نفسها ضد هذه التهمة. إيران من جانبها وجدت أنه زيارة وزير الدفاع الأمريكي للمنطقة والذي تحدث به خاصة للعراقيين بالحكومة العراقية أخبرهم أنه هنالك حدث كبير سيحدث وبالتالي يجب أن تنتبهوا، هي شعرت أن هنالك إصرار إسرائيلي أولا وثاني بدعم أمريكي على مهاجمتها، وبالتالي أرادت أن تقلل من عدد الخلافات أو الأعداء الموجودين في المنطقة.